السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا بكم. تغيبت قليلا وهذا راجع للظروف، كنت مريضا، واليوم الحمد لله والحمد لله والشكر لله على أي حال. المهم إخواني الكرام، موضوعنا اليوم موضوع تغيير الريش. في هذه الفترة الزمنية كما تعلمون الآن أواخر شهر 8، ونحن مقبلين على شهر 9. إخواني الكرام، الآن وجب الحذر، كل الحذر والاعتناء بهذه الطيور. كما تعلمون مرحلة تغيير الريش مرحلة صعبة 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 جدا، ومن هنا ستقرر مصيرك للنجاح أو للرسوب. يعني إذا هذه المرحلة مرحلة صعبة، تحتاج لتنويع غذائي، تحتاج لعناية، تحتاج لنظافة، تحتاج لتشميس، تحتاج لتهوية. التهوية إخواني الكرام ضروري ضروري جدا، التهوية حتى لا يجتمع لك ويتكون لك تتكون لك حشرة الفاش. حشرة الفاش هذه مصيبة مصيبة في هذا الوقت من الأوقات، اللي هو تغيير الريش. الطائر أصلا يكون مرهق الآن، ولا يجيد التحرك كثيرا، ولا حتى مستوى التغذية ليس مستوى عادي، فلهذا وجب تغيير نمط الغذاء إخواني الكرام، والاعتماد على بروتينات، على فيتامينات، على مكونات طبيعية، على أشياء كثيرة، أملاح. وجب الاهتمام، لأن كما تعلمون إخواني الكرام، فوسط كل ريشة من الريشات الطائر فيها دم. هذا الدم فهو عندما يدخل في هذه المرحلة، فهو حيوية الطائر تنقص، الغذاء، شهية الغذاء تنقص كذلك، يكثر النزاع. أنا جمعتهم كلهم هنا في قفص واحد حتى أهتم بهم. كما تعلمون صعب أنك تهتم بالزوج أو تهتم بالفرد، صعب جدا. وإخواني الكرام، كنت مؤخرا يعني مريض، لهذا كما ترون مسألة نظافة قليلة، يعني التقصير منا وليس من غيرنا. عموما إخواني الكرام، كما تعلمون جميعا هذه الفترة وجب تغيير الماء لازم يكون نظيف، الأكل يجب أن يكون منوع، التشميس، تقديم الدوش حتى تساعد هذا الطائر في تسهيل، كي تسهل له عملية تغيير الريش. فيديو صغير، وأتمنى صديقة من كل قلبي أن أكون قد أفدتكم جميع، أفدتكم وأفدت ولا واحد منكم. فالمرجو التفاعل، المرجو الاشتراك إخواني الكرام، وتشجيع هذه القناة حتى نتمكن من نشر المعلومة ونشر المعلومة الصحيحة في هذا الوقت من الأوقات. وأتمنى صديقة من كل قلبي أن تكونوا كلكم بألف خير. أخي الكريم، إن لم تكن مشترك في هذه القناة، المرجو اشتراك في هذه القناة حتى تشجعنا على مجهودنا وتكافئنا على مجهودنا. المعلومات كلها فهي نابعة من القلب، وأتمنى أن تصل لمستحقيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم جواد في قناة تربية الطيور. السلام عليكم ورحمة الله.